من باب المفارقة، عشان المشاهد لما يتكلم عن مفارقة بين هذا الدين وبين الإسلام لازم يعرف أصول مذهب الشيعة، نعم خصوصا مذهب أحسنت الشيعة المتأخرين. أحسنت. ما يعني أصول مذهب الشيعة، أول أصل أصولهم كان معتزلة العدل، والعدل عندهم يساوي إنكار القدر، أي لا قدر، وهم أصلا يعتقدون البداءة على الله جل في علاه، يعني يقولون لا يعلم، بل لا يعلم شيء إلا بعد ما بعد ما نعم. ما يعلم يفعل. بعد جهل، وينسبون يرمون نعوذ هذا بالله. بالذات الإلهية، أي نعم ويرفضون أن يتهموا أئمتهم. أئمتهم أحسنت نعم. رضي الله عنك. هم يقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب نعم. ويقدرون ويفعلون ما يريدون نعم. ويموتون حيث شاءوا وحيث أرادوا. فإذا وقعوا في تناقض يقولون أن الله عز وجل هو الذي بدا له لا أئمة. أستغفر الله، أقول نعم. الله بدا له، نعم. هذا هو. والأصل الثاني عندهم التوحيد، والتوحيد معناه نفي صفات الله جل في علا، معناه في صفات الله جل في علا. نعم. ينفون، يقول لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم، فتعطيل تام في هذا الباب، وهذا أيضا مذهب الجهمية. نعم. فالحاصل أن التوحيد عندهم إنكار صفات الله جل في علا، وإنكار رؤية الله جل في علا، والقول بخلق القرآن. نعم. لكن هو في البداية التوحيد فيما يتعلق بالشهادة، هم أصلا الشهادة لا يعتمدون، يعتمدون نعم. الولاية مكان الشهادة، نعم. يضعون الولاية نعم. الوصاية أو الولاية نعم. أو مكان الشهادتين. نعم. فالتوحيد عندهم زي ما قلت كما سأبين تفصيلا، يعني عندما في يقول الشيعة أنا موحد ماذا يعني هذا؟ يعني أنه منكر صفات الله، أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا نعم. يرى ولا يرى في الآخرة، نعم. والقرآن مخلوق، ده معنوم هذا التوحيد الذي يوحدونه. طبعا أهل السنة والجماعة عشان تظهر المسألة يقول أنا واحد الله، واحد الله في أسماء الحسنى وصفاته العلى، يسمع يبصر قوي قادر يعطي يمنع يحيي ويميت ويعلم ما كان وما يكون ويكون لو كان كيف سيكون. هذا اعتقاد أهل الإسلام الحق. فضيلة الدكتور محمد، الأمر مبتدا أن التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ما ده سيأتي، ده سيأتي إقرار أنه الخالق رب الخالق رب ممتاز مدبر. ده أصلا في مشكلة عند الشيخ، ده أم المشاكل عند الشيخ، ولذلك نحن أصلا هنقسمها لهم. أنت عندك توحيد صحيح. الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، نعم. المشاكل بأسرها مفارقة تامة بيننا وبينهم في هذا الباب. أيضا الإمامة، وهذا أصل ميزهم عن أهل السنة والجماعة عن المعتزلة الذين وافقوهم في مسألة الاعتقاد، العدل والتوحيد. يقولون أن الإمام علي هو من الأصول الخمسة. نعم. الإمامة فضل الشيخ محمد بماذا تعني هنا؟ الإمامة هنا نعم. الوصاية، نعم. علي بن أبي نعم. طالب هو الوصي، هو خليفة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. الإمامة مشاهدين الكرام دي هي أصل الأصول اللي أحسنت. احنا تبين ما كان شهادتين سيدي من اللحظة دي تبين فيها، لأنهم يقولون بأن الملك أو أن الإمامة في هذه الأمة لا تكون إلا من الله عز وجل لأئمة أهل البيت، وهم عند الشيعة 12 إمام، بداية من سيدنا علي غير سيدنا الحسن والحسين، ثم أولاد الحسين رضي الله عنه وأرضعه. من أجل هذه الإمامة تقريبا هدمت أركان الدين، لأنه أنت أحسنت. عندما تكون هناك إمامة، طب ما في صحابة وفي خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا هم تولوا الخلافة، إذن هم غصبوها وارتدوا، فالقول بردة الصحابة. طب القرآن الذي مدح هؤلاء الصحابة، لا يبقى لازم نحرف القرآن، فالقرآن يحرف، القرآن محرف، يعتقدون نعم. ده ويقولون بكفر من لم يقل نعم. بذلك. إذن الدين كله هدم على الإمام من هنا بسبب الإمام، نعم هذا هو. وطبعا أصلا يمكن كنا نتكلم عن غدير خم. وهذه العطلة التي نعم. أقروها في نعم. العراق نعم. انطلاقا من يوم 18 ذي الحجة، وانتحلوا نعم. أمرا زورا وبهتانا، هذا الحديث كان إقرارا بالإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي، نعم صحيح. وطبعا قلنا لهم يعني يتركهم في المحفل الكبير صحيح، ويأتي في يعني مسألة عجيبة جدا، القوم لا يفكرون. وإذا كان ثمة قول فلماذا لم يكن كتابا أو لم يكن أمام الناس في ولم يكن الجموع الغفيرة نعم صحيح. دي مسألة تمس الإسلام بأسره نعم. والأمر الثاني في الإمامة الذي يخصه العصمة، يعتقدون نعم. العصمة في كل أئمة في يعتقدون في نعم. العصمة أيضا، العصمة هي التنزيه عن الوقوع في الكبائر والصغائر والخطأ والنسيان وأيضا نعم. علم الغيب، ودي اخترعوها فضيلة الشيخ عشان هو لما انت تقول لك ان الائمه هم الذين يحكمون باسم الله عز وجل نعم. طيب ما فرق الامام عن غيره؟ الاسماء معصوم نعم. نعم. وايضا نقول لهم هذا طبعا دي مفارقه كبيره جدا، اهل السنه والجماعه يرون ان الانبياء نعم. غير معصومين من الصغائر نعم. يعني النبي معرض للصغيره نعم. ويتوب بعدها، ولذلك قال الله تعالى وعصى ادم ربه نعم. فغوى. والمصيبه يا فضيله الشيخ محمد ان في كتب الشيعة وفي الموروث الشيعي المؤسس والاصلي، ليس حتى الكتب الفرعية ولا كتب المتأخرين، ينسبون إلى الأئمة طوام فعلوها نعم نعم ليست نعم متعلقة نعم بالصغائر نعم والكبائر نعم 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 يتجرؤون عليهم في الكبائر هذا نعم صحيح. وأيضا من أصولهم التقية، وهذا أصل أصيل الدين كله قائم على التقية. التقية التي بمعنى التقية أنه هو يظهر خلاف ما يبطل. أنا مقدر حقك عارف أن الجمهور قناعة نعم بنكرر نعم. يعني هو يظهر خلاف ما يبطل،
وهذه التقية دي وحتى لما تقول له عشر الديان عندهم على التقية للأئمة قالوا بتحريف القرآن يقول لك قالوه تقية ليه هدم الدين تقية ليه علي بن أبي طالب سكت على الخلافة تقية ليه علي أعطاه أم كلثوم لعمر القضاء تقية فطبعا مع هو ده اسمها الركون إلى النجاة بالتقية كيف يتقي فضيلة الدكتور محمد من بيده ذرات الكون الله أكبر أنا أقول بقى الآن كما قلت أنت أحاكي ما قلت كيف يتقي من هو الأول والآخر والظاهر والباطن نعم. وهو ما يدخل جنة أحد إلا به نعم. ولا يخرج منها إلا به فكيف يتقي صحيح. في هذا الباب حقيقة القوم يتناقضون جدا في هذا الباب ومن أصولهم في هذا الباب يعني هذه كلها فرع الإمامة نعم. من أصولهم في هذا الباب المهدي نعم. المهدي المهدي دي تقصد فيها إيه بقى المفارقة في العبادات صحيح. لا صلاة جماعة يعني لا جماعة لا 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 جهاد لا حج إلا مع وجود نعم. المهدي في القرن الثالث الهجري غاب المهدي اللي هو محمد بن الحسن العسكري نعم. وفي الأصل أصلا الشيعة مختلفون اختلافا قائما وواضحا ومؤكدا هل كان هناك ولد للحسن العسكري هل كان يعقب أم لا ومن ثم لكن في النهاية قالوا بأنه عقب ودخل ابنه السرداب غاب غيبة صغرى لمدة حوالي 70 سنة كان هناك سفراء 4 يتواصلون معه ومن ثم بعد هؤلاء السفراء من قطع السفراء احتاجوا إلى ترقيع آخر قالوا غاب غيبة كبرى ودخل السرداب ولم يخرج حوالي عندنا 1100 سنة حتى الآن والمفترض أنه هناك فروع كثيرة من الشريعة معطلة فضلا عن أنه عندما يعود سيوحى إليه من جديد ويعد فروع أخرى في الشريعة هذا هو نعم. ولذلك هم لو ما تؤمنش بنت كافر وهو ما شافوش بقى 1100 سنة بهذا الباب نعم. والأمر الثاني أنه الخميني كيف سيطر على الناس نعم. على مسألة الجهاد في هذا الباب لأنه نعم. معطل من غير المهدي نعم. اخترع لهم مسألة نعم. ولاية نعم. الفقيه فكرة ولاية الفقيه مشاهد الكرام يعني هي فكرة مبتدعة عند الشيعة ولم تكن هي الأصل على الإطلاق يمكن كان قال بها المحقق الكركي قبل سنوات في زمن الدولة الصفوية من أجل أيضا كسب شرعية دينية لكن لما جاء الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية جاء بهذه البدعة المسمى بولاية الفقيه عرضه مراجع الشيعة لكن في النهاية لما استقرت به ودعمها جيش وسلاح صارت هي الفكرة السائدة عند الشيعة وتعني أن الولي الفقيه هو نائب عن المهدي وله كل الصلاحيات نائب عن الإمام المهدي وله كل الصلاحيات طبعا من باب الخرافة في إيران بيقول لك إن هو بيقابله أو الخميني أو خميني بعد بيقابله في مسجد اسمه جمكران تقريبا مرات وبيشيعوا ده بين الناس من أجل تأكيد الشرعية الممنوحة من الغائب للحاضر نعم وهذا طبعا تلبيس على الناس تلبيس نعم. عظيم جدا وفيها كما قلنا أكبر 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 مسرحية في العالم يعني. ولذلك دلالة على استخفاف عقول الناس استخفاف كبير يبقى بقى في هذا باب المسألة التي هندسها لهم السبئي أظن سبأ نعم. الرجع وهم يعتقدون في ذلك أن الأئمة المعصومين سيعودون نعم. ويقط وأيضا يرجع الله الصحابة فهم الأئمة ينتقمون من أصحاب نعم. المرتدين ويقتلوهم وأيضا تهذيبا وتأديما للنواصب نعم. اللي هو نحن طب بالله عليك أنت كشيعي حط نفسك كده في دقيقة واحدة أي دين ده الذي سيعود فيه الآخرين اللي في الآخر علشان ينصبوا المشانق للأولين الأولين الذين مر عنهم الدين مش فعال إجرامية نعم. الناس تأتي بالهدى والرحمة هذا هو وتنس وتبعث وتعود وترجع بالهدى والرحمة شوف سيدي عشان تعرف الارتباط نعم. هم يهددوننا بذلك ويقولون سيأتي وسيهذب النواصب الذين يعني أحمد بن زياد كان بيقول بيبشر بالمهدي من على بالضبط أمم المتحدة بالضبط انظر بقى هنا الآن هذا الكلام نفسه الذي كان يقول به اليهود وقال نحن على مشارف ظهور نبي وسيكون معنا ونظهر عليكم فلما وجدوهم من العرب كفروا به لكن انا اقصده نفس المكان نفس ارعاب الناس فاهم المفروض الذي سياتي مهدي هو اسمه مهدي رحمه مش عذاب دلوقتي فضيله الشيخ الائمه الاثنى عشر 11 هو خلى في مهدي غائب اموات ولا احياء لا لان المفروض هم عندهم احياء لكن هم حقا اموات يشرعون ام لا يشرعون وفي هذا الباب الميت لا يشرع نعم. والميت حتى لا يفعل شيئا نعم. ولذلك هم اخترعوا شيء اخر بالتوسل للاموات على انهم احياء وده اللي اخذوا منه من اعتقد قبوريا نعم. بالتوسل بالاموات نعم. لانه الناس معه في هذه النقطه هذا هو يسير احداهما قنطار الاخر الاثنان على سير واحد نعم.